ابو زيف العسكري ضرب في مصر يا ابو زيف يا ابو زيف من عبد بن بيقول لي لو عبد بن قولي بقى ايه الكلام اللي قاله. طبعا هم شنعوا على الفيلم اللي انا ايه استغلوه استغلال سيء. رساله يا استاذه من عند ربنا. انت هتحمل لي ذنب ليه؟ طب خد لا معلش يعني ممكن تقع مني شو ابدا. معلش انا عارف ايفون مسعد اتحاد شباب ماسبيرو. معلش انا جاي جاري كل مرة تصور صوروني وانا بجري. الطلبات كان سبعة وانا قلتها قبل كده لكن هكررها تاني النهاردة. اول حاجة ضد قانون ضد التمييز، تاني حاجة قانون دور العبادة الموحد، تالت واحد تالت حاجة اقالة محافظ اسوان، رابع حاجة ان احنا عايزين الكنيسة تتبني تاني زي ما كانت. كملي معلش. قانون دور العبادة، قانون ضد التمييز، إقالة محافظ أسوان، محاكمة الجنيه من أول ما بدينا لغاية النهاردة اللي هي كنيسة سول وإمبابة، تفعيل كل الحاجات اللي وعدنا بيها الدكتور عصام شرف ولغاية دلوقتي ما تفعلتش. الكنائس كل الكنائس اللي اتعملت محافظ أسوان يا جماعة أنا محافظ أسوان الكنائس المفروض ان مفيش كنيسه يتعدى عليها تاني. دور العباده الموحد اللي احنا قلنا عليه المفروض كاهن ما يعتداش عليه زي ما اتعدى عليه. الجيش اللي ضرب الشاب اللي ما خلاه سحلوه على اسوان على اسف على مسبيرو المفروض ما يحصلش لان ما حصلش قبل كده من ساعه ما الجيش بدا لغايه النهارده الا على الاقباط بس. قانون الطوارئ اللي اتطبق ما اتطبقش على الاقباط بس، كان المفروض ان هو يتطبق على البلطجيه ولكن اول ما اتطبق اتطبق على الاقباط وسحلوا الشباب بتاعتهم وضربوهم ورموا البطاطين في النيل ورموا كل التصوير اللي كان المفروض اثبات ليهم اترمت كلها في النيل وده طبعا خاطئ. المفروض سياده المشير المفروض ما يسمحش بكده ولا الدكتور عصام شرف لان البلد دي بلدنا وهنفضل موجودين فيها وعايشين فيها ومش هنمشي لهم حتى موتنا كلنا. ما حصلش اي اتصال مع اي مسؤول من ساعه المظاهره الاولانيه؟ المفروض ان احنا كنا بعتنا الصور وبعتنا المستندات للدكتور عصام شرف في لجنه العداله والمفروض كانوا يقفوا ويعملوا وقفه ويقفوا يحاسبوا الجاني ولكن اللي حصل ان في اسوان بيحاكموا اللي هو المجنى عليه وقبضوا على باقي المسيحيين الموجودين وما قبضوش على الناس اللي متجلى عليها. اذا كان ده يرضى حد يبقى ما فيش مشكله. احنا مش هنطلع، احنا دلوقتي بنوري مش الاقباط بس، لا احنا مصر كلها طالعه وهتطلع وانا بطالب كل المسلمين المعتدلين لازم يقفوا جنبينا لان احنا مصريين زيهم. خط سير المظاهره بقى، خط سير المظاهره هنطلع نقف دلوقتي لغايه مسبيرو وهنعمل احتفال تكريم لل 18 واحد اللي المفروض ان هم اتضربوا في مسبيرو واللي اتسحل وضربوه الجيش هيتعرض على التلفزيون المصري ويا ريت كل التلفزيونات تعرضه. هستقبلك هناك ان شاء الله. هستقبلك هناك. شكرا.